سيرجري خاصة إذا كانت abdominal, pelvic أو hip or knee surgery. ذني أكثر شيء. أي abdominal surgery lasting more than 30 minutes ممكن يصير عندنا with manipulation of deep veins of the abdomen ممكن يصير عندنا thrombosis. وطبعا الهيب والني سيرجري أيضا ذني قريبات على deep veins. Pregnancy, perforium أو oral contraceptives. Heart failure. Immobility, أما بسبب fracture, spinal cord injury, stroke أو prolonged sitting مثل دول اللي يروحون بالطيارة, يعني طيران 8 ساعات 12 ساعة ممكن يصير عندك DVT. Hypercoagulability أو thrombophilia. طبعا إذا عندكم أي سؤال قاطعوني. أكو diseases تخلي البلد liable for thrombosis مثل cancer, sepsis, connective tissue diseases مثل SLE, nephrotic syndrome. هنا يصير فقدان بالانتيثرومبين 3 with albumin باليورين. Inherited deficiencies of antithrombin 3, protein S, protein C, then كلهم ذني anticoagulants, فإذا قليلة بالبلد راح يصير thrombosis ممكن. Factor 5 leading اللي هو resistance لل factor 5. Primary polycythemia, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, antiphospholipid syndrome, inflammatory bowel disease. Vascular injury مثلا أهل الفاريكوز veins, trauma to the leg مثلا, central venous catheters ذولا أهل ICU المرضى بالICU أو مرضى الدياليسيز عندهم catheter بال central veins. إذا مريض عنده previous venous thromboembolism, obese, DVT deep vein thrombosis, نقصد بها thrombosis of the large veins of the legs, عادة ال legs ممكن ال hand طبعا. ال thrombus أول ما تبدي يصير fibrin و platelets تتجمع وبعدين it propagates up. المريض يشكي لك من calf pain, swelling. Normally اكو فرق بين one leg and the other 1.5 سنتيمتر. اذا صار الفرق اكثر من 3 سنتيمتر هذا pathological. وتعرفون شلون نحسب circumference of the calf muscle, نبدي من tibial tuberosity ك landmark وننزل فد 10 سنتيم ونقيس الليك سيركمفلنس هناك, ناخذ نقطة ثابتة حتى لا يصير تغير عندنا بالقياس. كل مرة كل يوم نجي نقيس شكل فلازم ناخذ نقطة ثابتة. Distension of veins, superficial veins, اريثيما, الرجل تصير حمراء, warm, حارة أكثر من الرجل الأخرى, تندر من الطخة توجعه, وانديوريتد طبعا ايضا الكاف مصل من تلزمها يعني شوية ثيك مو مثل اليوجوال. اكو الهومان ساينز نسميها اللي هي كاف بين اند اون دورسيفليكشن, هذه unreliable sign و dangerous, don't do it, لانه ممكن يصير dislodgement of the thrombus وتطفر تسوي لنا pulmonary embolism. زين 50% من الpatients with DVT عندهم asymptomatic pulmonary embolism, فهذه دائما لازم نخليها ببالنا. احنا نخاف من DVT بسبب pulmonary embolism. طبعا rarely تلقى انه bilateral DVT يصير, very rare. هذا اذا كان ال proximal veins بالابدومن يعني involved. زين
اكو بعض المرات البيكتشر از نوت فيري كلير، ممكن اكو بالموبايل هذا الكيو اس ميديكال كالكوليتر تقدرون تطلعون ويلز سكور، يحسب لك البروبابيلتي اوف دي في تي، هل هي لو انترميديت او هاي، يسالك عده اسئله تمليها وتطلع السكور. هذه صوره مال شخص عنده دي في تي، لاحظوا الفرق بين رجله والاخرى وشون الدارك كلر مقارنه بالليج الثانيه. differential diagnosis of DVT طبعا ممكن muscle rupture trauma with hematoma in the muscle ruptured popliteal cyst نسميه Baker cyst، دول الكبار اهل ال OA changes، ال OA changes يصير عندهم bulging of the synovial fluid ليورا بالقريب البوبليتيال ارتري وفين. فبعض المرات مثلا المريض يسوي سكواتينج حركه معينه يطق هذا السيست وينزل الفلود بالكالف مسل فيصير سوالينج وبين، وانت ممكن تشتبه انه هذا دي في تي. سيلولايتس خاصه الدايابيتيك طبعا، بوست فليبيتيك سيندروم يعني ذولا صاير عندهم دي في تي قبل. تعرفون الفينز احنا من نوقف الجرافيتي المفروض تجر البلد لي جوا، بس God created valves اللي هي one directional الصعد للبلد لي فوق بسبب المسل كونتراكشن تشتغل يعني مثل البمب الصعد البلد لي فوق، والفالفز تقفل ما تخليه ينزل لي جوا بس تخليه يصعد لي فوق. من المريض يصير دي في تي بعد فترة طيب تنأكل هذه يشتغل الفيبرينوليتيك سيستم فتنأكل هذه الفالفز، فيقوم المريض أبو الدي في تي السابقة من يوقف يصير عنده ليج إديمة، بس طبعا نميزها أنه الليج is not hot not erythematous not painful، ممكن تكون painful بس not indurated، وبعد الليمفيديما اللي هي الإلفنتايتس أيضا يسموها. الانفستيجيشن بالدي في دي دي دايمر طبعا عالي بس هو مو سبيسيفيك، نسوي دوبلر عادة للمريض ونقدر نشخصه، الفلو بالفينز يكون بور. بينوغرام قبل هاي حاليا مدى نستعملها طبعا اذا نشك انه دي في تي بالبروكسيمال فينز يعني كمان إلياك او فوقا ممكن نسوي سي تي او ام ار اي وذ كونتراست نطي صبغه ونشوف. زين احنا قلنا من اسباب الثروم الدي في تي والبلمونري امبوليزم ثرومبوفيليا، يعني انا عندي عائله مثلا اتذكر اثنين ولد وبنيه هم شباب بالكليه وعندهم بلمونري امبوليزم صاير، فعادة نشك بي يمتى من المريض يانج ما عنده فد ريسك فاكتر، يعني ما مسوي عملية ما مكسور ومجبر منايم بالفراش، إذا ريكرنت تعالجها وترجع، unusual sites مثلا portal vein thrombosis hepatic vein mesenteric cerebral veins، وإذا أخذ وارفرين وصار عنده skin lesion هذا suggest protein C deficiency. مثلا نحكي على الهيباتيك فينز، أحكي لكم قصة زميل طبيب أتذكر هو مقيم دوري، يعني إجا مرة أسايتس نعم، فسوينا له investigations مال أسايتس ما طلع فد شيء، سوينا دوبلر التراساوند طلعت الهيباتيك فينز مسدوده. طبعا ايام الحصار هذه كانت قبل، دز سامبل مال بلاد للاردن طلع عنده انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، فهذا نسميه باتشياري سندروم. المريض انتهى طبعا بليفر سيروسيس وراها حاليا هو بالسويد وسوى ليفر ترانسبلانت
لان صار عنده dysplastic changes، بدا يتحول من liver cirrhosis الى malignancy. زين، طبعا الانفستيجيشن فور ثرومبوفيليا اندس انتي ثرومبين 3 فاكتور وبروتين سي واس فاكتور 5 ليدن، وطبعا كومبليت بلاد بيكتشر تو لوك تو اكسكلود هيماتولوجيكال ديزيزز. بس ذني ما يصير نسويهن الا ورا ما المريض يخلص علاج، اسبوعين ورا ما يخلص علاج، لانه الهيبارين ياثر على انتي ثرومبين 3 يؤثر على البروتين سي واس، والوارفرين كذلك يؤثر على هذه الفاكتورز، فيعطينا فولس امبريشن انه المريض عنده ترومبوفيليا. فلازم اقطع العلاج ورا ما عالجه فد 3 اشهر 6 اشهر، اقطع العلاج فد اسبوعين، يلا اسوي اسسمنت اوف ذيس فاكتورز. واضح؟ لا تسمع. ايوه واضح دكتور. اوكي، فهذه النقطة مهمة، يمتى تشك بالمريض الدورة ثرومبوفيليا. مريض يعني هم مرة مريض دخل لنا، هو رجل يشتغل عمالة يعني اكتيف مان، وصار عنده بالمونري امبوليزم، هذا لازم اشك به ثرومبوفيليا. شخص اكتيف يعني ما عنده تروما برجله، هذا الوالز سكور تلقوه بالموبايل، تمليه انت، يسألك هو الأسئلة وتمليه، طبعا ماكو داعي لحفظه لأنه موجود. هو complications of DVT 20-50% يصير عندهم post phlebotic syndrome، اللي هو قلنا من يوقف رجلة تورم، pain يصير swelling، sometimes إذا كل السفير venous ulcers يصير عنده، pulmonary embolism 56% منهم، وريكرنت امبوليزم 30%. هذه مثلا من البوست ثرومبوتيك سيندرومز، رجله صايره زرقاء من مو لانه هي اريثيما، بس من الستيسز والكونجستشن الار بي سيز تطلع، وات ويل بي انجلفد باي ماكروفاجز، فيصير مثل التاتو، يعني شلون التاتو واحد يسوي له، وممكن يصير ألسرز برجله إذا سفير. ولذلك إحنا حتى نمنع الدي في تي من المريض يسوي عملية يلبسوه هاي الجواريب اللي هي compression stockings نسميها، أو ورا ما يخلص عملية يخلوا له هذه الأشياء مشكلة بماطور والهواء يسوي pumping حتى يمنع الفينوس ستيسيس. العلاج طبعا هو البيد ريست، وترفع رجله حتى تخف الإديمة، وتبدي systemic anticoagulation هيبارين، إما IV أو subcutaneous. هيبارين IV نحسبها جرعة نطي loading ومنتنس حسب جسمه، أو subcutaneous، وهاي مواضع subcutaneous طبعا أفضل موضع هو بالأبدومن وباللكس، العراقيين يخافون من هذني يفضلون هذا. البلمونري امبوليزم، نجي هسه هذا الموضوع المهم جدا، 75% منهم اصلهم من دي بي تي اوف لور لمبس، ريرلي ممكن يصير بسبب امنيوتيك فلويد، يعني وحده تسوي سيزيريان مثلا وصار البينز سوت سكشن للامنيوتيك فلويد او بلاسنتال تيشو او اير، مثلا ذول اللي يشتغلوهم شو نسموها لابروسكوبي فات، هذا مثلا من يصير كسر بالفيمر ممكن الفات مال البون يصعد بالفينز، تيومرز خاصه الكوريا كارسينوما، هاي تيومرز تصير باليوترس، سبتيك امبولايزيشن، يعني مثلا واحد مخلي له كانيولا او كاثيتر ذولا اهل الغسل او كاثيتر برجله، وصير بها انفكشن وتطفر تروح لللنك. هذا السلايد ما مطلوب من عندكم، بس من يصير عندنا بالمونري امبوليزم الثرومبس راح تقعد اما بالبالمونري ارتري المين بالمونري ارتري او فروعه، فراح يصير ار في لود
يزيد اللود على الار في، والنتيجه ما راح ادخل بتفاصيلها، البامبنج اوف ار في تو ذا لانجز يقل، فالاكسجينيشن اوف بلود راح يقل فصير هايبوكسيا، والانبوت اللي المفروض يرجع للليفت هارت من خلال البالمونري فينز يقل فتقل الكاردياك اوتبوت. هسه نجي شلون يجيك المريض، قد يكون الماسف بالمونري امبوليزم يعني الثرومبس قاعده بالمين بالمونري ارتري زين، فيصير اكيوت رايت سايدد هارت فيلر، المريض ممكن يصير عنده كولابس اذا كلش انسد، كارديك اوتبوت قلت على غفله كلش فيصير كولابس فينتينج، او يجي سنترال تشيست بين بعض المرات تشتبه بيه خاف هذا ام اي سيفير ديسنيا، بس الديسنيا هنا افضل من المريض يصير فلات. ليش؟ لانه انت من يصير فلات الفينس رتين يتحسن، فشويه الانبوت للرايت فنتركل يتحسن والدفع باتجاه البلمونري ارتري شويه يصير احسن اكثر. فالديسنيا هنا نميزها انه بيتر وين لاينج فلات. المريض اكيد عنده تاكيكارديا، هايبوتنشن، بلا بريشر السيستوليك اقل من 90، جي في بي عالي لان البريشر بالرايت سايد اوف ذا هارت عالي كلش، ممكن ار في جالوب، سنترال ساينوسيس هاي مهمه، وطبعا تقل اليورين اوتبوت اذا هو هايبوتنشن. من نسوي اشعه الصدر عاده نورمال، لذلك دائما دائما خلوها بايكم، سيفير ديسنيا هايبوكسيا with normal chest x-ray خلي ببالك دائما البولمونري امبوليزم. من نسوي تخطيط عادة نلقى تاكيكارديا rarely بس characteristically نلقى هذا نسميها S1Q3T3، S1 يعني deep S bleed 1، Q3 يعني Q bleed 3، T3 يعني T inversion bleed 3. طبعا الار في لود سترين الضغط من يصعد بالرايت فنتريكل شي يصير عندنا تي انفيرشن اللي هو سببه مثل يعني الضغط على البيزلز من الداخل على الار في من الداخل يصير مثل الاسكيميا لانه البريشر عالي فالبلد ما يوصل للاندوكارديوم الطبقه الجوه الاندوكارديوم بسهوله فيصير تي انفيرشن، بس هو مو اسكيميا مال بيزلز بسبب البريشر العالي. طبعا ايضا ممكن رايت بندل برانش بلوك يصير واي اف. طبعا من تقيس الاكسجين تلقى عنده لو هو وثاني اكسيد الكربون لان المريض يتنفس سريع فيسوي واش اوت اوف سي او 2. لازم نخلي بالنا احتمال هذا ام اي بريكارديال تامبونيد لانه جي في بي عالي وشوك، ايورتيك دايسكشن لانه تشست بين سنترال وشوك. إذا الثرومبس كانت شوية حجمها أصغر وراحت لأحد فروع البالمونري آرتري نسميها سيجمنتال بالمونري، الفروع مال مثلاً الرايت يتوزع هو رايت مين بالمونري آرتري يتوزع إلى مين برانشز وبعدين سيجمنتال برانشز، فهنا إيش راح يصير عندنا بالمونري إنفاكشن، جزء من اللنج راح ينحرم من البلد. من يصير انفاكشن طبعا راح يصير رياكشنري فلويد جوز او بلوريسي، المريض يشكي بيريفرال تشيست بين هنا مو سنترال، ميزوها عن الماسف بيريفرال تشيست بين، شورتنس اوف بريث، ممكن هيموبتسيس لانه يصير نكروسيس باللنج و فالمريض يقح دم. ممكن من تفحص التاكيكارديا ممكن تسمع بلورال راب لانه الانفاكشن وصل الى الفلورا، مثلث تقريبا من اللنج يطير يوصل للفلورا، ممكن كريبيتيشنز افلوجن وعادة يكون بلادي، لو جريد فيفر يصير رياكشنري فيفر مو مال انفكشن مال انفاكشن ونكروسيس.
عادة المريض ما يصير عنده ساينوسز ولا رايت سايدد هارت فيلر. طبعا الاستثناء ممكن يشبه الماسف إذا كان الخثرة كبيرة بس توزعت على الصفحتين، صح هي صايرة مكانات صغيرة بس من تجمعها كمحصلة الضرر مثل ضرر الماسف، فهنا ممكن المريض حالته تشبه أبو الماسف بالمونري إمبوليزم إذا كان مالتيبل وبايلاترال بالمونري إنفاكشنز. واضحة هاي النقطة؟ من نسوي أشعة طبعا ممكن تلقى pleuropulmonary opacities يعني هيك خطوط بيضاء شلون الاتيلكتاسيس، ممكن تلقى pleural effusions، الدايفرام ممكن يصعد لانه اللنج فوليوم يقل شويه. التخطيط عاده ما نلقى غير نستكيكارديا كلشي ما بيها. بلاد غاز اناليسيز الاكسجين ممكن ينزل او يبقى نورمال. الديفرنشال دايجنوسيس ممكن لازم نميز المونيا نيموثوراكس او الماسكولوسكليتال تشيست بين. السندروم الثالث بالمونري امبوليزم ممكن يجيك كرونيك مايكرو امبولاي، امبولاي كلش صغيره تطشر بين فتره وفتره وشويه شويه المريض يفقد الفيزلز مالته وبالمحصله ينتهي بالمونري هايبرتنشن ويجيك رايت سايدد هارت فيلر اللي هي جي في بي عالي هيباتوميجالي اسايتس ليج إديمة، والمريض يشكي اكزيرشنال ديسنيا وبعدين او تشيست بين اون اكزيرشن. طبعا هذا عاده يصير بالفيميلز وعاده يتهمون انهم هيستيريكال فيميلز هواي عندهم هاي السوالف مال ديسنيا وتشيست بين، ف يجون على فترات متباعدة ممكن chest pain peripheral يعني ودسنية وتمر على أنه هي HYS hysterical وبعدين تنتهي right sided heart failure. من تفحص عادة المريض ما تلقى عدة findings إلا بالحالات المتأخرة من يصير severe pulmonary hypertension يجينا RV heave و ورايس او اسايتس وليك اديما ورايس جي في بي. طبعا من نسوي اشعه تلقى البلمونري ارتر بروميننت واللارج هارت زين، الاكسجين تلقى ينزل من يسوي اكسرسايز وهو قاعد ما بيشي نورمال. ايضا بالموبايل اكو ويلز سكور نسميه فور بلمونري امبوليزم، هيك من تفتح الابلكيشن يطلع لك هاي اسئله وتمليها ويعطيك البروبابيلتي اوف بلمونري امبوليزم لو لو انترميديت لو هاي. عموما هاي الكلينيكال سيندرومز عموما من طبعا بعض المرات الاشياء مو واضحه كل شيء شيء من تيجي تفحص المريض الشك بي بالمونري امبوليزم لازم تدز اشعه ونرجع نقول نورمال تشيست اكس راي ان وذ ديسنيا ثينك اوف بالمونري امبوليزم، بس هي تفيدنا عاده هي نورمال بس هي تفيدنا تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوسيز مثل الهارت فيلر نيمونيا نيموثوراكس او لانج تيومرز. هذه البلمونري اوباسيتيز اللي هي هيك مثل النقط او لينير شادوز، هاي اللي يصير قلنا بالبلمونري انفاكشنز مو بالماسيف بلمونري امبوليزم. هذه الويت شيب اوباسيتي هذا بلمونري انفاكشن، عاده البلمونري ارتريز او اللنجز هيك على شكل مثل المثلثات. ممكن بلورال افيوجن وقلنا عاده يكون بلادي، ممكن ريزد هامي دايافرام أوليجيميا يعني أوليجيميا يعني لونها أسود أطوخ من البقية ما بها بزلز لأن مسدودة البزلز. إذا بالمونري هايبرتنشن ممكن إنلاج بالمونري أرتري وكارديوميجالي أتسترا. التخطيط نرجع نأكد نقول عادة نورمال ولكن بالماسف بالمونري امبوليزم ممكن نلقى بس مو شرط ممكن نلقى الاس 1 كيو 3 تي 3
بس هو يفيدنا to exclude MI و pericarditis. لاحظوا هذه الديب المريض اول ما تلاحظ بالتخطيط مالته تكي كارديا هارت ريت مالته اكو احد يقدر يحسبه تقريبا قريب المية هذا التسعينات لان اكو ثلاث مربعات بين الثلاث مربعات وشويه هذه الديب اس بالاس 1 فنسميها اس 1 ديب اس بالليد 1 وهذا الكيو والتي انفيرشن فنكتب كيو 3 تي 3 نعم هذا المريض ما عنده ار في سترين ما بيها شيء في 1 في 2 المولدات اللي باوعا على الرايت فنتركل هي في 1 في 2 في 3 هاي اجين هذا نفس المريض اس 1 كيو 3 تي 3 بعض المرات الرايت فنتركل بي في 1 في 2 تلقى تي انفيرشن هذا المريض عنده ار في سترين عنده الاس 1 عند الاس 1 لQ3 T3 وعنده T inversion بالرايت chest leads R1 V1 V2 V3 طبعا بعض المرات الواحد اللي ما عنده خبرة يقول هاي اسكيميا انتيروسبتال ام اي خاصة بالبولمونر امبوليزم طبعا التروبونين هم ممكن يصعد فهواي ناس تشتبه انه هذا مايوكارديال انفاركشن وهنا العلاج يختلف تماما هذا ايضا مريض عند S1 شوفوا ماكو تخطيط يشبه تخطيط S1 Q3 T3 وهذه T inversion بالV1 الى V3 مع العلم ماكو Q طبعا ولا اكو ST elevation هو يشبه النانستمي انتيروسبتال بس هو الكلينيكال سيناريو هو اللي يميزك هذا المريض عنده رايت بندل برانش بلوك اذا تشوفون وايد كيو ار اس ويكون بوزيتيف يشبه الام او اذانات الارنب بالفي 1 وديب اس بالفي 6 او ليد 1 اكو يختصروها يقولون هذه ام هنا وهذه دبليو هنا انتوا حفظوها اذا وايد كيو ار اس وبوزيتيف بالليد بالفي 1 هذا رايت بندل برانش بلوك بلاد غاز ممكن تلقى هايبوكسي الدي دايمر هذا فد تيست بي هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو يعني شنو يعني من نسوي وطلع نيجاتيف عاده تقدر تعتمد انه تو اكسكلود دي في تي او بولمونري امبوليزم بس من يطلع بوزيتيف مو شرط معناها بولمونري امبوليزم هو sensitive test non-specific be high negative predictive value هاي واضحة الفكرة هاي كلش مهمة أريد ناس تجاوبني تتفاعل شو ما قوية دكتور بس ممكن سعيدها الدي دايمر هذا فد blood test يقيس الفايبرينوجين degradation product احنا من نصير خثرة بالبين تصير كلوت الفيبرينوليتك سيستم مالتنا يشتغل فيحاول يكسرها لهذه الكلوت فالفيبرينوجين ديجريديشن برودكتس نقيسها فحص نسميه دي دايمر واضحة هاي النقطة هذا الفحص سنسيتيف يصعد عادة بالدي في تي او بولمونري امبوليزم فبي هاي نيجاتيف بريدكتيف فاليو يعني اذا طلع نيجاتيف على الأكثر ما عندنا pulmonary embolism بس من يطلع positive لا هو مو specific يصعد بهواي شغلات مثلا بالحمل يصعد واحد مسوي عملية يصعد sepsis يصعد a lot of things فبالكانسر هم ممكن يصعد هذني كلهم ممكن يسوون pulmonary embolism وهو يصعد بذني فمو هالقد دائما يفيدني فمن ألقاه نيجاتيف أعتمد بدرجة عالية إنه أقول ماكو بالمونري إمبوليزم بس من ألقاه عالي يعطيني سسبشن
انه اكو بالمونري امبوليزم بس مو شرط فعلا اكو. فلازم دائما نجمع بين الكلينيكال بروبابيليتي، هذا اللي قلنا الويلز سكور اللي استعملناه، وبين الدي دايمر واشياء اخرى. فشوفوا يصعد بالام اي، بالنيمونيا، بالسبسس، بالحمل، بالسيرجري. فمن يكون عالي مو هالقد شرط يعني بالمونري امبوليزم، بس من يكون نيجاتيف يوجوالي اكسكلود بالمونري امبوليزم. الفحص اللي ما بيه غلط هو سي تي يعني عفوا دكتور استفاد منه من اكسكلودينج بس يس يعني مثلا هسه نجي شارت راح نشوفه، واحد سويت له الويلز سكور وطلع لو بروبابيلتي، وسويت له دي دايمر وطلع نيجاتيف، هاي هي ما تشلي بالمونري امبوليزم، اروح ادور غير شغله. مثلا واحد طلع له دي دايمر عالي بس الويلز سكور يقول low probability of DVT أو pulmonary embolism، مو شرط pulmonary embolism، يجوز صاعد لأسباب أخرى. مثلا وحدة حامل ما أدز دي دايمر، أو واحد مسوى عملية، وتعرفون pulmonary embolism يصير وراء العملية، وراء العمليات يعني، فمن أدز دي دايمر ويطلع عالي، هذا بسبب pregnancy، بسبب surgery، ما راح أعتمد عليه. واضحة؟ السي تي بالمونري انجيو هذا اللي ما بيغلط، بس طبعا مو سهل، ما تلقاه بكل مستشفى. هذا يطون صبغه بالفين، بيرفرال فين بالكانيولا يعني، وورا وقت معين يحسبون المفروض يكون وصل للبالمونري سيركوليشن، يسوون سي تي اوف ذا تشست، هذا يفيدنا. طبعا اكو مو سي تي العادي، هذا طبعا يعطون الكونتراست انجكتر، يعطي الصبغه بسرعه عاليه يعني، يعني مو اي سي تي يعني تسوي، لازم سي تي بالمونري انجيو، يصبغ لك الرايت فنتركل والبالمونري ارتر وفروعه، يطلع لك اياها وحدهن ما عليه باللنك، فهذا يفيدنا. مثلا هذا باعوا هذا سي تي، هذا الايورتا وهذا البلمونري ارتر وهذا فرع اليمين واليسار، شوفوا هذا الفلنج ديفكت، هذه خثره قاعده نسميها سدل ثرومبس مثل السرج قاعده على البايفوركيشن اوف بلمونري ارتري، هذا نسميه ماسف بالمونري امبوليزم. لاحظوا هذا فروع البالمونري ارتري، هذا نسميه بالمونري انفاكشن، فد فيلنج ديفكت باحد فروع البالمونري ارتري، فهذا اللي نسميه بالمونري انفاكشن. لاحظوا هذا عده بالفروع بس بايلاترال، نسميه سيجمنتال او سب سيجمنتال بالمونري امبوليزم بالفروع، بس اذا هواي هسه هذه هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده، هذا ممكن يشبه الماسيف بالمونري امبوليزم كمحصله. لانه اذا اجمعهن اني هذا فرع صغير وفرع صغير وفرع صغير وفرع صغير، يعني بالمحصله كانه سديت فرع كبير، فهذا ممكن يجيك مو كبالمونري انفاكشن كسمتمز، يعني يجي سمتمز تشبه الماسيف بالمونري امبوليزم، لانه اكستنسيف ماني فيزلز وبايلاترال. هاي نقطه واضحه لكم. هذا ماسيف بالمونري امبوليزم. أخذوا هذا البلمونري آرتري، هذا فرع اليمين واليسار، هذه الخثرة كلها قاعدة هنا. هنا مريض عده هذه الإليك فينز، سووا سيتي بلفيس،
هاي اثناء نسيت pulmonary angio هم تقدر يعني تصور deep veins of the pelvis. لاحظوا هذا الفين وبي كلوت. طبعا عندنا الحوامل نخاف نعطيهم راديشن هواي. ابو الرينال فيلر هذا الكونتراست الندفعه ممكن يسوي اكيوت تيوبولار نكروسيس، فخطر على واحد عنده رينال فيلر. فنستعمل فنتيليشن بيرفيوجن سكان، ننطي اكسجين يعني هواء براديو اكتيف سبستانس نسميها زينون، ونعطي البومين براديو اكتيف سبستانس. الهواء راح يصبغ لنا اللنج فيشوفنا الفنتيليشن، والالبومين راح يصبغ لنا البلاد فيشوفنا اذا اكو فيلينج ديفكت مشكله بالبرفوجن. فاذا كان نورمال من نسوي؟ اذا كان نورمال هذا اكسكلود بالمونري امبوليزم. اكو لو probability مثلا عندنا مشكله بي دول اهل الربو اهل الكرونيك برونكايتس، المدخن يصير عنده لوكال هايبوكسيا بالالفيولاي فيصير ك يعني ايضا من الاشياء المميزات اللي خلقها رب العالمين بجسم الانسان، اذا منطقه ما يجيها اكسجين زين انا ليش ادزلها بلد واخسر ويصير عندي يعني مثل الشنت، فيصير فازو كونستريكشن. فالمرضى اللي عندهم امراض تنفسيه تلقى عنده منطقه الزينون ما جاي لها زين، يعني بيرفيوجن بمشكله، وتلقى الفنتيليشن بمشكله، وتلقى بيرفيوجن ايضا بمشكله بسبب الفازو كونستريكشن. فهذا نسميه ventilation perfusion match، يعني اثنينهن راح من عندهن، فهذا سببه مو pulmonary embolism. اللي ندور عليه احنا ventilation perfusion mismatch، يعني منطقة جايها هواء وما جايها blood. مثلا شوفوا هذا المريض، هذا الهواء جاية اوكي والperfusion جاية اوكي. هذا المريض تلاحظون اكو هواء جاي للمنطقة بس هذه هنا البرفيوجن بيها مشاكل، فهذا نسميه ventilation perfusion mismatch. هذا اللي ندور عليه، هذا الهاي probability، معناها اكو منطقة دا يجيها هواء وما دا يجيها بلد. لكن اذا اكو ventilation perfusion match يعني اثنينهن ما جايهن، هذا نسميه low probability ما يهمنا. فهذا الفحص نلجأ له بالبريجننسي، كمان ما نريد نعطي راديشن هواي، نلجأ له من مريض عنده رينال فيلر، ما نريد نعطي كونتراست ويسوينا كونتراست انديوست نفروباثي اكيوتوبولار نكروسيس يعني ويدخل برينال فيلر، نلجأ لهذا الفحص. اذا ما متوفره هاي الفحوص بسهوله طبعا نسوي دوبلر للرجلين، اذا طلعت بوزيتيف واني شاك بالمريض هذا يرجح البلمونري امبوليزم. نسوي ايكو نلقى دايليتد رايت سايد اوف ذا هارت خاصه بالماسف طبعا، بعض المرات نشوف الخثره جزء منها قاعد بالرايت سايد اوف ذا هارت. وطبعا يفيدنا ايضا الايكو تو اكسكلود الام اي الايورتيك دايسكشن بريكارديال تامبونيت الهارت فيلر. لاحظوا هذا ايكو مال المريض، هذا الليفت سايد طبعا وهذا الرايت سايد. نورمالي الرايت فنتريكل هو ثلث حجم الليفت فنتريكل، هنا بالعكس صايره دايليتد الرايت فنتريكل، وهذا الثرومبس قاعده بنصه تجي من الرجل عبر الانفيرا فينا كافا ودخلت للرايت فنتريكل العفو رايت اتريوم، نزلت بالرايت فنتريكل وطفرت لللانج، جزء منها ممكن يبقى بالرايت فنتريكل.
من الرايت فنتركل يصعد الضغط به كلش حيل، السبتم ينطعج يصير فلات. نورمالي هاي يسموها شورت اكسس فيو. طبعا هاي الاشياء ما مطلوبه من عندكم، بس دا اشوفكم اهميه الايكو. يعني هذا المريض هذا الليفنتكل بناخذ له صوره شورت اكسس، المفروض يطلع لي مثل الدائره. هنا مضعوج بسبب دايليتيشن اوف رايت فنتركل وبرشر عالي، فالسبتم يصير فلات. احنا بالايكو نسميها دي ساين، تشبه حرف الدي الكابيتال. هاي عندك يعني هاي بعد سي تي بلمونري انجيو ما ادخلي كلينيكال هيستوري زائد فيزيكال اكزامينيشن وايكو واضح هيك، ماكو داعي بعد ادس بلمونري. وطبعا تفيدني ايضا بالاسسمنت اوف سيفيريتي، يعني مريض القى عنده هيج فايندينجز هذا اكيد ماس بولمونري امبوليزم، هذا افكر اعطيه ثرومبوليتيك ثيرابي مو بس هيفاري. دكتور نعم دكتور بهاي الحاله يصير بالسس بارادوكسس؟ ممكن طبعا ممكن نعم تمام. فهسه من يجيني مريض أنا شاك بي بولمونري امبوليزم، أشوف الكلينيكال ريسك حسب الويلز سكور وأقيس الدي دايمر. إذا الدي دايمر نيجاتيف والويلز سكور لو ريسك، هذا مو بولمونري امبوليزم معروفة. إذا الدي دايمر نيجاتيف بس أنا شكي كلش عالي، شكي عالي بس ما عندي دليل قوي، لو أدز سي تي بلمونري أنجيو أو فنتيليشن بيرفيوجن سكان، لو دوبلر بلكي ألقى ثرومبس وأعالج على هالأساس. إذا الدي دايمر بوزيتيف وهو هاي ريسك أعالجه، إذا لو ريسك دي دايمر بوزيتيف ولو ريسك أدز ذني الفحوصات حتى أتأكد. يعني نقدر نختصرها، اكو بعض الجرافات يختصروها دي دايمر نيجاتيف لو ريسك دور غير شيء، دي دايمر بوزيتيف هاي ريسك روح على ذني سي تي بلمونري انجيو او فنتيليشن بيرفيوجن سكان. فالمريض من يجيني اعطي بلمونري امبوليزم اعطي اوكسجين اعطي باثيدين حتى يقلل البين. بعض المرات هذا البين خاصه اذا بيريفرال ما يخلي المريض ياخذ نفس زين. دير بالكم تطون دايوريتكس او فازو دايليترز لان هذا يأزم الامور اكثر، يقلل الار في فيلنج اكثر ويقلل الكاردياك اوتبوت اكثر. اذا هو هايبوتنشن نعطي اي في فلويد سمتايمز اينوتروبس. يبقى اسوي بعدين ريسك ستراتيفيكيشن. المريض ضغطه زين، سويت ايكو ماكو ار في دايليتيشن، اروح على نسميه سكندري ثيرابي. سكندري ثيرابي يعني شنو؟ نعطي هيبارين، طبعا الهيبارين لازم يمشي ويا الوارفارين وبعدين نكمل وارفارين 3 اشهر الى 6 اشهر. ليش نسميها سكندري ثيرابي؟ هيبارين من نعطي هو ما يحل الخثره بس يمنعها انه تكبر، ويعطي وقت للفيبرينوليتيك سيستم مالتي الاندوجينوس مال جسمي هو يحل الخثرة. طبعا اذا اكو مريض رغم هذا يتكرر اكو يخلولهم فلتر، او مريض ما تقدر تعطي انتي كواجليشن سوى عملية سباينال سيرجري برين سيرجري عملية بعينه ما تقدر تعطي انتي كواجليشن، هذا الحل يعني الاخر العلاج الكي يخلون فلتر بالانفيرير بنكابه حتى لا تصعد الخثره. اذا المريض هايبوتنشن يعني ماسف بالمونري امبوليزم، ايكو سويت له ار في دايليتد، اروح على نسميها البرايمري ثيرابي اللي هي نعطي اكتيليز او ستريبتوكاينيز حتى يحل الخثره. طبعا هنا الخطر اكثر ما النزف بس الفائدة أكبر، مو مثل بهذا المريض. هنا ما متوازي أنا بهذا المريض، هنا أنا متوازي احتمال يموت إذا ما أنطي ذني، فلازم أطفت شي يحل الخثرة.
طبعا بعض المرات ما اقدر اعطي هذا الشيء، مسوي عمليه تو وهو ماسك بالمونري امبوليزم، اسوي سي تي بالمونري انجيو وحوله للجراح يفتح البالمونري ارتري ويشفط الخثره، او يسوون قسطره وينفخون نفاخه ورا الكلوته ويسحبوها وياهم، بس طبعا هذه هاي ريسك. الانتي كوغوليشن هنا كلش مهم، انه من اعطي هيبارين لازم انطي الهيبارين اول كم ساعه، اول كم ساعه يشتغل على بروتين اس وسي يقللهم، يقلل انتاجهم العفو الوارفارين، اول ما يشتغل اول كم ساعه يقلل انتاج بروتين اس وسي اللي هما انتي كواجولانت. فالوارفارين اول ما تنطيه يزيد الثرومبوسز، فما يصير اعطي واحده، لازم انطي قبله هيبارين على الاقل 6 ساعات، اشيك البي تي تي اشتغل الهيبارين يلا ابدي الوارفارين. وحتى يصعد وحتى يشتغل على الفيتامين كي ديبندنت كواجوليشن فاكتورز يراد له تقريبا 5 ايام اسبوع يلا يشتغل. فطول هالفتره هذه اني ابدي هيبارين اول، ورا 6 ساعات اشتغل الهيبارين ابدي وارفارين، اظل 5 ايام 7 ايام يومية بين يوم يوم اشيك البي تي بي تي تي اي ان ار صعد للثيرابيوتيك رينج اللي هي 2 الى 3 الاي ان ار على الاقل يومين، كل ما اشيك اي ان ار 2 3 يلا ذيك الساعة اقدر اوفقه في الهيبارين واكمل على وارفارين، يبقى 3 اشهر الى 6 اشهر. هاي نقطة كلش مهمة، واضحة لكم؟ تعيدنا ما سمعت. احنا المريض ما نقدر نبقيه على هيبارين فترة طويلة، الهيبارين اذا تطيه فوق الاسبوعين ممكن هو يسوي لك بعدين يصير انتيبوديز للهيبارين ويسوي لنا ثرومبوسيس، فما اقدر اطيه فترة طويلة. فلازم اعطي اورال انتيكواجلنت. شنو هو الاورال انتيكواجلنت؟ عندنا مثلا الوارفارين. الوارفارين اول ما يشتغل على الكواجليشن فاكتورز كواجلنت وانتيكواجلنت اللي بالليفر، اول كم ساعه يشتغل على بروتين اس وسي يقللهم، ذولا هم انتيكواجلنت، ما يضرب الفيتامين كي ديبندنت ذن الثرومبين 3 وفاكتور 5 وما ادري ايش، ما يضربهم اول شيء، يضرب البروتين سي واس يقلل انتاجهم من الليفر. فاول ما ابدي بي الكوجابولتي يزيد، خطر الثرومبوسيس يزيد، يراد له 5 ايام 7 يلا يشتغل على الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز. فلازم اسبق الوارفارين بهيبارين على الاقل 6 ساعات، انطي هيبارين لودينج واي في انفيوجن او سبكوتينيوس، بعدين اشيك البي تي تي اشتغل الهيبارين يلا ابدي اعطي الوارفارين، ما يصير اعطي وارفارين قبل. واضحه هذه؟ فيبقى المريض اسبوع بالمستشفى تقريبا ياخذ هيبارين، وبعدين ورا 6 ساعات ياخذ الوارفارين، يظل نسوى 5 ايام اسبوع يوميا نشيك بي تي، الهيبارين نشيكه بالبي تي تي والوارفارين نشيكه بالبي تي اي ان ار، صعد للثيرابيوتيك رينج الاي ان ار اللي هو الريد 2 الى 3 يلا نقطع الهيبارين ونكمل وارفارين وحده. طبعا الوارفارين مزعج، الوارفارين بإزعاج العفو يتأثر بالأكل، الليفر مالتك شونك انت راب يعني انديوسر لو لا، دراجز هواي تأثر عليها. هسه بالجديد طلعت أدوية اللي هي تشتغل على دايركت ثرومبين انهيبيترز او دايركت فاكتور 10 انهيبيترز مثل الريفاروكسابان اسمه التجاري زاريلتو، دابيجاتران، والعفو الاليكوس اللي هو الابسكسيبان،
لأن يشتغلن رأسا مو شرط نطي هيبارين قبلهن، عدد دابقاتران لازم نطي قبل هيبارين. هذه يسموها النوفل أورال أنتيكوأجلانتس الجديدة، اختراع جديد، لأن يشتغلن قبل على الأنتيترومبين 3 وعلى فاكتر 10. ما نحتاج نسوي بريج وكفر بين أوفرلاب بين الهيبارين وبيناتهم، هاي نقطة أيضا مهمة. من اخترعوهن طلعوا الشركة، حتى طلعت يعني بروباغندا إلها، شبهت شغلنا بالهيبارين والوارفارين مثل بالوارفارين، شغلنا بالوارفارين مثل إله عد الرومان أو هيتشي، كان يجيب الأسرع ينومهم على سرير يمه، إذا الأسير رجليه أطول من السرير يقصهم حتى يخليه يكفي عليه، وإذا رجليه أقصر من السرير يجرهن يخلعهن رجليه حتى يخليه على قد السرير. فشغلنا بالوارفارين هيتشي، صعد البي تي ان ار قلل الجرعه، نزل البي تي ان ار ما وصل للثيرابيوتيك رينج صعد الجرعه، مريض اكل خضره واي زايد عن اللزوم قام يشتغل وارفارين اقل زيد الجرعه، مريض اخذ دراجز اخرى انتي بايوتكس او اذر دراجز اللي هي هيباتيك انزيم انديوسر مثلا، قام الدواء ما يشتغل زين او يشتغل زايد عن اللزوم. فالوارفارين الشغل به مزعج جدا، يراد له يعني من نبدي المريض كل اسبوع يسوي تحليل اول شهر، بعدين كل اسبوعين، بعدين كل ثلاثة اشهر هيتشن شيك كذا، فالشغل به مزعج جدا، صعب الضبطه. المريض الضعيف يحتاج دوز قليلة، المريض السمين يحتاج دوز عالية، الكبير تخاف من عنده، الشاب لازم تعطي دوز أعلى. هذا الدرج ما يحتاج تراقب وياه، تعطي جرعة ثابتة وما تسوي أي فحوصات وياه، بس هو غالي طبعا، تقريبا توصل سعره مال شهر 100 دولار. وايضا اخترعوا فشي مكان الهيبارين، الهيبارين من تطي هم جرعه على الوزن لو انفيوجن لو سبكوتينياس، لازم تراقب البي تي تي اشتغل لو لا، لازم يصير 1.5 الى 2.5 تايمز النورمال. ايضا اخترعوا اللو موليكولر ويت هيبارين، اذا سمعتوا بها سب ازمه كورونا يسموه انوكسيبارين، هذا لو موليكولر ويت هيبارين، هذا ايضا ما يحتاج تتابع ويا البي تي تي، تعطي جرعه ثابته على الوزن تحت الجلد او ممكن اي في بس تحت الجلد كافي، يريحك ايضا ما تحتاج تشيك ويا. سامعين بي هسه بكورونا الانوكسيبارين يطو اوبر تحت الجلد؟ تقول جليكسان نفسه مو؟ جليكسان نعم. نعم زين، هذا قلنا الثرومبوليتك ثيرابي بالماسف ننطيها، سوري موت لازم اعطي شيء يحل الخثره، مو فد شيء مثل الهيبارين يقلل يعني كبر الخثره ما يخليها تكبر، لا شيء يحلها، يعني انا مستعجل حياه المريض مهدده، فهذا نستعمله لما المريض عنده هايبوتنشن وعنده ار في دايليتيشن وعدي بالسي تي بولمونري انجيو مثلا، اذا عندي يعني سدل شيبت ثرومبوس قاعده بالمين بولمونري ارتري والفروع الرئيسيه الرايت والليفت. بس طبعا اذا مريض مسوي عمليه هذا ما اقدر انطي، توه مسوي عمليه، تعرفون الاكتيليز كونترا انديكيتد اذا المريض مسوي عمليه خلال الاربع اسابيع الماضيه، فهيبارين يجوز نستعمل بس، وإذا ماسف أحوله يفتحون يعني يسووا له ثرومبوتومي باي كاثيتر أو يفتحون صدره ويشفطوها الثرومبوس. طبعا إذا المريض جاي أعطيه أنتيكواجوليشن وده تتكرر الخثر هم ده تصير، رغم ما أني منطي أنتيكواجوليشن ودواي مشتغل زين أكو تتكرر عندهم، او اكو ناس ما اقدر اعطيهم انتي كواجليشن عنده مشكله ينزف، فنقدر نخلي فلتر بالانفيرر فينا كافا يقعد هو يلم الثرومبوس يقفها ما يخليها تصعد من الانفيرر فينا كافا للرايت اتريوم ورايت فنتريكل.
بس طبعا هذا ما يعالج المشكلة، هذا بس يمنع البلمونر امبوليزم، بس ما يعالج مشكلة الثرومبوس، لا يحلها ولا يمنع. خلصت أنا، أحد عند